استضاف البرلمان البريطاني معرضا فوتوغرافيا لأطفال غزة يعكس ظروف حياتهم اليومية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية والنفسية. ويهدف المعرض الذي أقيم هناك إذن إلى إبراز معاناة الفلسطينيين وحث النخب السياسية على تكثيف التدخل الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار على سكان غزة. سنشاهد الآن تقريرين، أحدهما من لندن وهو لمصطفى زارو، والآخر من غزة لحنان المصري. أكثر من 40 صورة فوتوغرافية لأطفال غزة في عرض خاص في مجلس العموم. هذه الصور التقطتها عدسات أطفال ما بين السن 10 و14 في مشروع تعليمي تشرف عليه مؤسسات خيرية لاستخدام التكنولوجيا في التدريس بالرغم من المصاعب التي تواجه سكان غزة. هذه الصور الفوتوغرافية تنقل جانبا من حياة تفاصيل أطفال غزة من خلال التركيز على وجوههم البريئة والتي تروي جزءا بسيطا من حكاياتهم اليومية تحت تأثير الحصار. المعرض هو للفت النظر إلى الذكرى 6 لإخضاع 1.5 مليون نسمة للحصار بشكل ينتهك القانون الدولي. ما يميز هذا المعرض هو إظهار قطاع غزة بعيون أطفال غزة والتحديات التي يواجهونها. دمار الآلة العسكرية الإسرائيلية للبنية التحتية في غزة لا تزال ملامحه واضحة في الصور، وما ترتب عنه من تدهور في الحياة المعيشية على كافة المستويات، مما أرغم العديد من الأطفال على العمل على رغم قسوة أوضاعهم. حكي عن الأولاد صاروا كتير عم يشتغلوا مع أهلهم بدل ما يروحوا على المدارس، والمدارس أصلا نص تهدم ما عم يقدروا يعمروها. وعلى رغم الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلا أن رسالة الفن باقية بإرادة وإبداع أطفالها. كان نفسي كتير أروح على لندن وأشوف المعارض هناك وأشوف الأطفال. الطفل اللي هو اللي بتمسه القضية وهو أقوى شخص يحكي عن قضيته. 3 أسابيع في التدريب المتواصل على مشروع نفذته منظمة أوكسفام الدولية قضاها 13 طفلا وطفلة من سن 8 وحتى 12 حتى تمكنوا من أن تسرد عيونهم حكايات أطفال في غزة لم يغادروها يوما وباتوا كالمنسيين عبر سنوات الحصار. أنا صورت عن الكهرباء، هو والأطفال في الحرب كيف كانوا يعانوا، كتير كانوا يعانوا. Many of the children are from a very poor background. كثير من هؤلاء الأطفال هم من بيئة فقيرة ولا يستطيعون تحمل نفقات السفر. إن شاء الله سنستمر في هذا المشروع المميز بدعم الشيخة جواهر من الشارقة. تأتي الذكرى 6 للحصار ولا زال لدينا الكثير من العمل. نريد أن نضغط على المجتمع الدولي لوضع حد للحصار، فمعظم أهالي الأطفال في غزة يعانون من البطالة. أطفال غزة الذين يمثلون نصف سكان القطاع، ما زال الأمل لدى أغلبيتهم بمستقبل يحتل فيه الفرح مساحة أكبر في صورهم. حنان المصري، العربية، غزة.